اللهم صل على نبينا محمد صلاة ترضى بها عنا وتنزل بها السكينة علينا. اللهم إن بنا من النقص ما أنت أعلم به منا، وشعورا بالضعف والاحتياج تتألم منه قلوبنا. يا رب نشكو إليك نفوسا تطلب المزيد، وقلوبا تهوى المفقود، وعيونا لا ترى الموجود، وشيطانا يرينا العيوب، ودنيا تتخطف القلوب، وجهول يؤلم الشعور، وحسود يفقد الموجود، ومال يطغينا ويؤذينا، وفقر يلهي القلوب ويذل النفوس. وأنت رب العالمين، أنت القادر على إحياء القلوب وشرح الصدور وجبر المكسور وتعويض المفقود ودفع الشرور. وها نحن نمد أيدينا إليك وقلوبنا بين إصبعيك. اللهم راضنا كما رضيت أولياءك وأحبابك. اللهم راضنا بقضائك وراضنا بعطائك. اللهم راضنا بما قسمت لنا من الأرزاق. واجبر اللهم ضعفنا وكسرنا وعجزنا، وعوضنا بما فقدناه في الآخرة، وراضنا في الدنيا حتى تطيب القلوب. رضا ينسينا أعباء السير إليك، ورضا يقوينا على حسن اللجوء إليك، ورضا يهدينا للقرار بين يديك، ورضا يسوقنا إلى النجاح في الوصول إليك، ورضا يعيننا على تحمل الأعباء، ورضا على تحمل الأقدار، ورضا بعد السعي والبذل، ورضا بعد الفقد والحرمان، ورضا بعد العطاء وسعة الأرزاق، والرضا بالأمراض والأوجاع، والرضا بالفقر وضيق الأرزاق، والرضا بالموت بعد الحياة، والرضا بمصائب الأيام، ورضا بالأذى رغم الإحسان، ورضا بالبعد رغم الثبات على الطاعات، ورضا بالضيق بعد السعة رغم الالتزام بالعبادات، ورضا بالماضي والحاضر والقناعة بالأرزاق، ورضا بموت قادم أو فقر آتي. فالرضا هو مفتاح الوصول إليك، وهو باب من أبواب التقرب إليك، وهو شعار الأولياء وطريق العباد. فارزقنا بحولك وقوتك، فلقد عجزت قلوبنا وتجردنا من قوتنا لقوتك، فأنزل علينا رضا يغنينا، ورضا يحيينا، ورضا ترضى به عنا. آمين. وصلي على محمد رسولك الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة. اللهم راضه في أمته وبلغه من السلام.